يا صباح الجمال والإشراق على كل متابعيني في برنامجكم 30 دقيقة مع هدى، ومعكم هدى العياط. طبعا كل ست مننا بتحب تحافظ على جمالها وأنوثتها، عشان كده في حلقتنا النهاردة هنعرف أكتر مع خبيرة التجميل ميادة حسين كيف التخلص من مشاكل البشرة والشعر ومشاكلها والتخلص من مشاكلها. خلينا نرحب بوجودها معانا النهاردة. أهلا بك يا ميادة. اهلا بك يا استاذه هدى، وبشكرك على الدعوه للبرنامج وبشكر فريق الاعداد. حبيبتي تسلمي. عايزين بقى نعرف ايه هي انواع البشرة. بصي يا هدى، انواع البشره 4: في بشره دهنيه وبشره جافه وبشره عاديه وبشره مختلطه، يا اما مختلطه الجافه يا اما مختلطه العاديه الدهنيه. سوري. تمام. طب ازاي بقى بنحدد نوع البشرة؟ بصي، احنا بنصحى الصبح نغسل وشنا، تمام؟ ما نحطش تمام. اي برودكت على وشنا خالص. نستنى ساعتين ونحط منديل على وشنا. لو المنديل فرز دهون يبقى بشرتنا دهنيه، المنديل ما فيش فيه اي حاجه يبقى بشرتنا عاديه. لقينا البشره بتاعتنا فيها شويه قشور او جافه بتبقى جافه، لقيناها مثلا زيتت هنا او هنا او هنا في منطقه التي زون، دي تبقى مختلطه لدهنيه. دهنية. طب كيف بقى بتتعاملي مع البشرة اللي بيبقى فيها حبوب أو أثر حبوب أثناء الميك اب؟ الحبوب ديت بتبقى نظام ميكروب في الوش، تمام؟ استخدمنا حاجه غلط، نشفنا مثلا بفوطه مكان حد او كده، دي بتنقل الميكروب للوش فبيعمل حبوب. هنتعامل معاه ازاي؟ هنجيب مرهم اسمه فيوسيدين او فيوسيكورت على الحبايه نفسها مش على الوش كله عشان ما ننقلش، على الحبايه، وبعدين نغسل وشنا بالغسول وننشف يا بفوطه قطن يا بمنديل. طب البشرة بقى الدهنية، هي الصراحة يعني برضو أكتر بشرة معرضة للشمس، وخاصة في الأيام اللي احنا فيها، ايوه والصف طبعا، والصيف بقى شديد في الحرارة وكده. الصيف والحر عشان كيف نحافظ على نتعامل معاها؟ بشرتنا الدهنية. نعمل ايه؟ هنجيب غسول مناسب للبشرة ما يكونش فيه اي زيوت، وهنجيب تونر يكون قابل للمسام، لان البشرة الدهنية زي ما انت عارفة بتبقى اكتر عرضة للمسام واسعة، فاحنا لازم نكبت المسام. وطبعا مرطب، وقبل ما نخرج في الشمس لازم نستخدم سان بلوك كويس زي لاروش بوزيه او جيل بوبي، ويستحسن الجيل. الجل افضل من اكيد طبعا. الكريم. طب الروتين بقى، يعني ايه برضو الروتين اللي اي بنوته، والافضل ان اي بنوته تعمله يوميا؟ تبعد اي كيميكال عن وشها زي صابون، زي مثلا في ناس بتجيب اللي هو الغسول اللي بيبقى ليه ريحه، لا طبعا، هنجيب غسول مناسب للبشره، وهنجيب تونر زي ما قلت لك، ومرطب يوميا مره الصبح ومره بالليل. تمام، جميل قوي. طب بالنسبه بقى للهالات السوداء، بنداريها ازاي بقى بالميك اب، ومنخليش حوالين تحت العين لون الجري؟ الهالات السوداء بالميك اب ليها تو تريكس: يا اما نجيب كونسيلر اغمق من لون بشرتنا نداري بيه، بعد كده نحط الكونسيلر الفاتح، يا اما نجيب كوريكتور لون اورنج عشان خاطر برضو نحطها على الهالات ونعادل لون الاورنج مع لون البشره. طب وازاي برضو اهتم بالهالات السوداء بدون يعني بالميك اب بدون ميك اب بدون ميك برضو؟ اب ان احنا يعني اهتم بيها كده من غير ميك اب نجيب كده؟ مرطب معين لتحت العين، والشاي الاخضر مفيد جدا لو انت عملتي زي نظام كمادات، والتلج ممكن، يعني انت بتلجي الباكت الشاي الاخضر مثلا تشربيه او حاجه وتخلي الطفل احطه بتاعه كده على الهالات السوداء. تحطيه، الاحسن تتلجيه كمان. جميل. طب انواع العيون بقى، انواع عيونها ايه؟ العيون بصي، تبقى ايه بقى وايه وايه؟ انواع العيون كذا حاجه: في عيون مبطنه، في عيون لوزيه، في عيون جحظه، في عيون نعسه. طبعا كل حاجه وليها حاجه. طب برضه ازاي نستعملها نستعمل الميك اب للعين اكتر؟ لو انت عينك مبطنه هتبعدي خالص عن الالوان الغامقه تمام. عشان خاطر نضيع التبطينه، تمام. فممكن نحط لون واحد لو انت خارجه الصبح ولا حاجه، ممكن نحط لون انتقالي واحد نلغي بيه التبطينه وخلاص على كده. لو انت عينك جاهزه مش هينفع ان انت تحطي الوان فاتحه، بالعكس هنعكس بقى، هنقوم مغمقين هنغمق بقى. نغمق فوق العين عشان تمام. نضيع الجحوظ ونعمل تبطين على العين. طب والالوان بقى الترند اللي نازله موضه بقى لكل، وخاصه العصب بتطلبها؟ دلوقتي والله يا هدى في كذا حاجه، بس الالوان الترندي اللي هي النود، الكشمير، قليل قوي بقى لما حد بيطلب موفي او الالوانات دي او الجري او الكلام ده. جميل قوي. طب ازاي نمسح برضو الميك اب وما نسيبش برضو اثر، وبرضو ازاي نعرف برضو ان مفيش اثر ميك اب على بشرتنا؟ اهم حاجه ان انت تزيلي الميك اب بمزيل مكياج زي جارني،
جرنيه ممتاز جدا لمزيل المكياج، وبعد كده تبدأي تستخدمي الغسول بتاعك العادي. جميل قوي. طب برضو في انواع غسول معينه؟ في لاروش بوزيه، في نيتروجينا كويس برضو، في بقى الحاجات اللي هي العادية زي جارني زي ايفا، بس هو احسن حاجة جارني عموما في المتوسط السعر. ابدأي اعلي شوية بنيتروجينا، ابدأي اعلي بلاروش بوزيه. طب الفونديشن بقى ازاي البنوتة تختار الفونديشن النسبة المناسبة لبشرتها؟ الفاونديشن لو انتي بشرتك جافة هتجيبي فاونديشن يكون فيه نسبة الاويلي اكتر، ليه؟ لان انتي بشرتك محتاجة ترطيب. تمام. لو انتي بشرتك دهنية هنعكس، انتي بشرتك بتفرز زيوت، هتستخدمي برايمر يقابل للمسام، وهتستخدمي فاونديشن يكون فيه مفيهوش زيوت. جميل. بس طب هنشوف برضو مع بعض فيديو من خلال أعمالك الجميلة. تمام. دي اسمها ايه؟ دي بنوتة اسمها بسنت، ده كان ميك اب كاتب كتاب. تكلمينا بقى عن اللوك بتاعها وكده. هي عيونها مبطنة مايلة تمام. للجحوظ، عملت لها لوك سيمبل خالص لان الدرس كان احمر مش هينفع نغمق فوق وتحت، تمام عملت لوك سيمبل في العين وحطيت الروج لون الدرس. جميل قوي. دي بنوتة اسمها مريم، هي عيونها برضو مبطنة بس كانت مفتوحة معايا شوية، عرفت ألعب بالألوان براحتي. عملنا لوك نود وعملنا لوك برايد بمعنى أصح، لأن ما كانش في حاجة تربط. عسولة ما شاء الله، تسلم ايدك. تسلمي حبيبة قلبي. دي ماي، ده عروستنا. كان لا لا كان سواري، كان فرح أختها وكده، اه فكانت اخت لابسة العروسة. اه كانت لابسة كشمير، فحطيت لها العيون كشمير وحطينا الروج كمان كشمير. هي نفس دي برضو. البنوتة مريم. تمام. دي بنوتة اسمها مي، برضو كانت اخت العروسة، كان الدريس احمر. طبعا الدريس احمر لازم ان احنا نحط روج احمر عشان التاتشنج، يعني انت حطيت لها وحطينا مناسب للفستان بتاعها. لازم يبقى حاجة مناسبة للفستان، فالاحسن يبقى الروج، ونلعب في العين براحتنا، ممكن نسيمبل ممكن تمام. نقف يعني روج الروج هو عين، بس اللي بيليق بس مع لا ممكن كمان العيون بس الاحسن الروج عشان تمام. العيون ما تبقاش اوفر قوي. دي سارة، دي موديل، عملت لها لوك سيمبل جدا على اورنج، كان اللون دوت ساعتها كان موضة، وهي حبت ان هي تعمل لون يعني هي اورنج برضه بحيث ان يبقى اختارته ماتشنج مع التايجر وكده. وكان ترند ساعتها، كان ترند ترند وكده. جدا. عملنا الاورنج ديت طبعا جهاد جهاد القمر. اتمنى لها التوفيق. يا رب اللهم امين. عملنا لها برضو لوك برايت، ديت الترند اليومين دول مع لفة الطرحة وكده، وهي عيونها كانت جاهزة شوية، فبرضو لعبنا في الألوان شوية فوق العين. دي مي القمر، دي بنوتة اسمها مريم برضو. جميل قوي، تسلم ايدك. تسلمي حبيبي. عايزين برضو نعرف ايه السكريبت اللي ممكن اي بنت تعمله كل اسبوع، مش يومين بقى، احنا السكرابات عرفنا اليومين، عايزين بقى كل اسبوع. السكرابات في كذا سكراب، ممكن نعمل سكراب طبيعي جدا في البيت اللي هو السكر والقهوة وزيت الزيتون، ده كويس. عايزين نشتري حاجة من بره، في كذا حاجة، في كذا برودكت، ممكن مثلا اقل حاجة خالص على قد ايد كل بنت الستاركي، في بتاع بوبانا، في بتاع زوينة، كل تمام. ما تطلعي بالبرودكت كل ما تطلعي بالسعر. طب برضو في انواع برضو سكريبت برضو طبيعي، حاجات طبيعية، ماسكات طبيعية. الماسكات الطبيعية في اللي هو الزبادي، ده مفيد جدا للبشرة، زبادي وعسل، زبادي وليمون، ممكن برضو القهوة، التفل بتاع القهوة ده كويس جدا برضو، بيساعد على تفتيح البشرة. عملوا في برضو زي نظام زي التلج اللي احنا قلنا عليه برضو. بس ده حاجة وده حاجة. تمام. في شيتات ماسك بتتباع، ممكن تجيبي شيت ماسك بالافوكادو مثلا، بالفيتامين سي، في كذا كذا حاجة للبشرة. جميل قوي. طب بالنسبة بقى للشعر، عايزين نعرف بقى البروتين التقني الشعر
التقنيه، جديد في عالم التجميل. تمام. ايه هو انواعه التجميل بقى بتاع الشعر وله اضراره؟ ايوه طبعا. بصي هدى، انا يعني عن شخصيتي انا ضد فكره البروتين والكرياتين ترميم الشعر. اي حاجه بتفرد الشعر غصب عنه ده يعتبر ضرر مش علاج. فالبروتين بيفرد الشعر غصب عنه، تمام. وبتدخل المكوه مع ليس مع كذا حاجه، فبيبقى اول ما بتعمليه بتبقى كويس جدا، بعد كده شعرك بيتحول 180 درجه لاوحش، تبداي تدوري عليه على علاج. فبالنسبه ليا البروتين مش هو ضرر، هو ضرر مش علاج. ولا الفرد والحاجات دي كده؟ اي حاجه بتفرد الشعر غصب عنه دي يعتبر ضرر. ممكن بقى سشوار بيبي ليس كده مره مثلا كل شهر او حاجه، دي كريم عاديه حمام جدا. حمام الكريم او يرطب الشعر معاكي. تحاولي ان انت مثلا تعملي الوصفه بتاعت زمان، زيت الزيتون بالثوم، تلفي شعرك مثلا طاقيه. طاقية وكده، كل دوت هيفرد يفرد شعرك معانا أكتر طبيعي وطبيعي حتى. وهيفرد الشعر معاكي بعد كده. لكن انت تستخدمي ماده وتستخدمي فوقيها بيبي ليس، ده بيفرد الشعر غصب عنها، فلما بتيجي تطلع بتطلع مجعده ومقصفه واوحش من شعرك طبعا اصلا يعني هو الاساسي. بيديكي مودة وبعد كده بيرجع بطبيعته، بس بيرجع بالظبط بقى بيرجع اوحش. بأوحش بتحاولي ان انت بكتير. تعالجي بقى دوت، وقليل جدا عشان تعالجيه، قليل ان انت تلاقي برودكت يعالجه ورخيص. هتلاقي برودكت يعالجه في غالي ويرجعه طبيعي. لا ما شاء الله. طب في آخر حلقتنا برضه عايزينك تقولي لنا نصيحة حلوة، عن تقولي لنا للمشاهدين برضه ازاي يعني تنصحيهم ازاي ببشرتهم وشعرهم. تمام. بصي، اي اهتمام للجسم عموما بيعتمد على الاكل الصحي والخضروات والفاكهه، فعشان خاطر ان احنا نهتم ببشرتنا لازم ناكل اكل صحي، نمنع السهر، نشرب سوائل كتير، نشرب على الاقل لترين ميه، وكل ما تكتري في الميه كل ما يبقى احسن للبشره وللشعر. مفيد جدا يعني، بيفيدك جدا للشعر وكمان الخضار للجسم. الصحي، الخضار الصحي، الفاكهه، السوائل الكتير، ممكن بقى الفيتامينز، الزنك، الحاجات دي برضو تساعد شعرك وتساعد بشرتك ان هي تبقى حيوية اكتر. طب وكل بشرة بقى بيبقى لها غسول معين؟ ايوه طبعا، كل بشرة زي بيبقى ليها زي ما قلتلك في الفونديشن بنختار النسبة الغسول. الغسول. انا بشرتي جافة هستخدم غسول ما يكونش فيه ما يجففش بشرتي، ما يكونش فيه يكون ترطيبه اعلى. طب انا بشرتي دهنية هستخدم مثلا جارني. جارني كويس جدا للبشرة الدهنية، في اللي هي 3 ان 1 وفي اللي هو بالليمون، ده كويس جدا للبشره الدهنيه. اما بقى البشره الجافه ديت يعني بننصحها ان هي تستخدم الغسول مره واحده بس في اليوم، ما يكونش مرتين زي البشره الدهنيه. ليه؟ انت بشرتك بتبقى جافه بتبقى محتاجه ايوه ترطيب، فتستخدمي الترطيب اكتر، خلي الغسول مره واحده واستخدمي الترطيب عادي بقيه اليوم يعني كذا مره عادي، كذا مره عادي، اما ومش بغسلهم هيضر، مره واحده بالعكس هيفيد وخلاص. بشرتك. بالظبط. طب بالنسبه بقى للالوان اللي نازله ترند برضو للشعر اللي هي الصبغه وكده، موضه 2021، والله الموضة هي كل شوية بتتغير، بس في ألوان ثابتة ما بتتغيرش، اللي هي مثلا زي الهايلايت ده ألوانه موجودة، مش بتخلص، مش بتتم الموضة بتاعتها. في الرمادي اليومين دول اللي كان الرمادي، النبيتي، ايه تاني، السيلفر، في برضو النحاسي، في البنيات، البندقي، البني الغامق، البني الفاتح كده. هي دي طب انت الالوان. برضه بتميلي اكتر بقى للبنت لما تكون طبيعية ولا لما تكون عاملة تقنيات تجميل وكده لا طبعا مفيش احلى من الطبيعة في اي حاجة. زي الفيلر والحاجات دي؟ لا لا، الفيلر هو عموما ليه، في ناس بتحب الفيلر في حيث ان هي تنفخ شفايفها او تعالج او كده، بس برضك الفيلر ليه مدة معينة بتحتاج ان انت تعيدي عليه تاني، مش بيظبط اي حاجة، بالعكس هو ممكن يكون مش لايق عليكي. وطبعا الطبيعة مفيش احسن منها. طبعا طبيعي يا جماعة، اكيد مفيش احسن طبعا، منها. أكيد. ازاي بقى البنت تحدد اللوك، نوع اللوك بتاعها بنفسها؟ تمام. بصي، هي ممكن اللوكات تبقى في بنات مش بتعرف تستخدم ميك اب، تمام. فاحنا بننصحها بايه؟ انت مثلا هاتي لون يكون لون انتقالي، مثلا اورنج، جملي، بني فاتح، بحيث ان انت تكسريه على كل العين يديك لوك حلو. فممكن هو اللون دوت يبقى مناسب مع اي واحده. لو واحده بتعرف تستخدم الميك اب شويه ممكن تجيب باليت اكبر وتبدا تستخدم لون انتقالي يكون فاتح، بعد كده تبدا تدرج الالوان على حسب اللبس او على حسب الموضه اللي هي عايزاه او على حسب اللوك. عايزاه لون مثلا كشمير، عايزاه لون موف، عايزاه لون بيبي بلو، عايزاه لون، على حسب ما هي عايزاه، تبدا ان هي تدرج الالوان واحده واحده.
برضو حاجة جميلة والله، ميرسي، واتشرفت بيك النهاردة، الشرف لنا وحلقة يا كده حبيبتي. جميلة ومميزة كده في البرنامج والله جدا، تسلمي حبيبة قلبي، وبهنيكي جدا والله على البرنامج والحلقة الجميلة اللي احنا عملناها النهاردة تسلمي ديت يا كده في حبيبي، البرنامج. تسلمي تسلمي. أشكرك جدا، وأشكر كل فريق الإعداد، وفي آخر حلقتنا بقى هنشوف فيديو جميل للنجم محمود يونس، كنت مستضيفاه معايا في برنامج الأول همزة وصل، من خلال برضو متابعتي له عرفت ان هو دخل في مجال جديد والحمد لله نجح فيه برضو، وهي تجارة الملابس. وبرضو اللي لفت نظرنا ان هو بما ان هو موديل حابب انه حب ان هو كمان ونجح فيها اكتر، ان هو بقى بيعرض شغله على نفسه. خلونا نشوف مع بعض فيديو للنجم محمود يونس من خلال اعماله، بجد بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح. رجعنا لكم تاني بعد ما شفنا اعمال للنجم محمود يونس، اللي بنتمنى له كل التوفيق في كل اعماله ان شاء الله، واي حد طموح ان شاء الله ربنا بيديله اللي هو عايزه. وبجد بشكرك يا ميادة شكرا على لك يا الحلقه الجميله المميزه. تسلمي حبيبتي قلبي. برضو في سؤال كده حلو برضو، يعني بالنسبه للميك اب دوت والميك اب الارتست، دي تبقى هوايه ولا بتبقى متعلماها؟ لا طبعا، هو الاحسن ان انت تكوني هوايه وتنميها اكتر بشغلك. في اللي مثلا دلوقتي بقى اي حد يبقى يطلق على نفسه ميك اب ارتست، مش اي واحده بتعرف تمسك فرشه وتعرف تحط لونين روج على بعض تبقى ميك اب ارتست. اه طبعا، لا طبعا، لازم اي حاجه تعلميها كويس، تتقنيها، تتدربي مره واتنين وتلاته عشان تطلقي على نفسك الميك اب ارتست. فانا عن نفسي كانت هوايه والحمد لله نميتها بالكورسات ما شاء الله. واشتغلت وتعبت فعلا لحد ما وصلت ان انا ابقى ميك اب ارتست بقد الكلمه، مش اي حاجه وخلاص. تحبي تشكري بقى مين؟ احب اشكر طبعا زوجي ووالدي، واشكرك طبعا يا هدى، حبيبتي واشكر كل اللي وقفوا جنبي ودعموني وشجعوني، وبشكر كل المشاهدين واللي متابعيني دلوقتي. حبيبتي، ونتمنى لك كل التوفيق يا رب. ميرسي يا هدى، ليا وليك يا رب. حبيبتي يا رب، دمتم في امان الله، وانتظرونا في حلقة جديدة من برنامجكم 30 دقيقة مع هدى.